حولت هوايتها إلى مصدر دخل يجلب لها آلاف الدولارات شهرياً. قررت التغلب على صعوبات اللجوء وأصبحت من المليونيرات في وقت قصير وبفكرة بسيطة. حقاً لقد أذهلت الأتراك بعبقريتها منقطعة النظير. تحاول السوريات في دول الاغتراب ابتكار مشاريع اقتصادية صغيرة تمكنهم من الحصول على عائدات مالية تساعدهم على مواجهة التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم في وقتنا الحاضر. ونستعرض اليوم أحد القصص الملهمة والمميزة لسيدة سورية حولت هوايتها إلى مشروع اقتصادي مبتكر يدر عليها آلاف الدولارات من خلال رغبتها في تحقيق النجاح وإصرارها ومثابرتها. إنها السيدة السورية فرح طحان التي أبدعت في صناعة الشوكولاتة بعد أن بدأت بتنفيذ مشروع في مدينة غازي عنتاب التركية، حيث بات المشروع يشكل مصدر رزق رئيسي لها ولعائلتها. نجاح فرح لم يأتي من فراغ، على الرغم من أنها لم تعمل في صناعة الحلويات والشوكولا من ذي قبل، إلا أنها باتت من المبدعين في صناعتها، حيث تحاول دائماً ابتكار خلطات جديدة متنوعة ومبتكرة حتى أصبحت رائدة في هذا المجال. لم يسبق لفرح أن عملت في صناعة الشوكولاتة والحلويات قبل هذا المشروع، ومن خلال مشاهدتها لتسجيلات مصورة على اليوتيوب حول صنع الحلويات والشوكولاتة أثار فضولها هذا الأمر. قررت أن تبدأ بصنع الحلويات لكن بنكهة مميزة ومبتكرة ومختلفة عن الطرق من المعروفة كنوع من الهواية والشغف. وبعد أن نالت الحلويات التي تصنعها إعجاب الجميع من حولها، قررت تحويل هذه الهواية إلى مشروع اقتصادي لكسب المال. في بداية المشروع عانت بعض الشيء، إلا أنها مع تطور مهاراتها والتقنيات التي تستخدمها في صناعة شوكولاتة والحلويات تمكنت من إحراز نجاح كبير وأحدثت نقلة نوعية مهدت الطريق أمامها نحو النجاح فيما بعد. بدأت فرح بأدوات بسيطة بعدد قليل من القوالب، وبعد أقل من عامين على البدء بالمشروع ومع إقبال الناس على شراء منتجاتها قررت تطوير أدواتها. تطوير مشروعها تم من خلال تطوير الأدوات الطرق المبتكرة سواء في عمل الحلويات أو طريقة تزيينها، مشيرة أنها صقلت موهبتها وهوايتها باتباع دورات تدريبية في هذا المجال. وأما عن تسويق منتجاتها، تقول فرح إنها تعتمد في تسويق منتجاتها حالياً على منصات التواصل الاجتماعي المتنوعة، بالإضافة إلى المشاركة في المعارض التي تنظمها بعض الفعاليات السورية في تركيا. فرح اعترفت أن أكبر تحدي يواجهها هو أن مشروعها لا يزال في منزلها، حيث تسعى في المدى القريب إلى تحقيق خطتها المستقبلية وتوسيع عملها من خلال افتتاح معمل خاص بالمشروع لإنتاج الحلويات والشوكولاتة بكميات أكبر ومنافسة المتاجر الكبيرة في السوق. لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، ولكن أبدت فرح رغبتها في مساعدة السوريات اللائي يرغبن في تكرار تجربتها وأن تمنحهم سر الصنعة لتقليدها وتحقيق المزيد من الأرباح.